هناك من يقول أن الميت لا يصيبه العذاب في جسده الذي خرجت منه الروح لأن مصيره إلى التحلل، لكن روحه بعد الممات تسكن في جسد آخر غير مريء يخضع لقوانين حياة البرزخ، مستدلا بقوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأخرى فلو تذكروا. الأولى نكات الأخرى. نعم، هذا إلحاد والعياذ بالله، الذي يقول إن العذاب عذاب القبر عذاب النار إنما هو على الروح فقط وليس على الجسم، هذا إلحاد. العذاب يكون على الروح وعلى الجسم معا، ولو صار الجسم ترابا فإن الله قادر على أن يوصل إليه العذاب وهو تراب، وأن يتألم الميت من ذلك وهو تراب، الله قادر على ذلك، لكن هذا جاهل أو ملحد والعياذ بالله. وأشد من هذا قوله بالتناسخ، لأنه يقول إن روحه صير في جسد آخر، هذا القول بالتناسخ، وهذا قول أهل الكفر والإلحاد الذين يقولون بالتناسخ ويجحدون البعث والنشور. القول بالتناسخ هذا إنكار للبعث وإنكار للنشور، بل يقولون هذه الأرواح تخرج من جسم وتدخل في جسم وهكذا، ولا وليس هناك بعث ولا نشور، نسأل الله العافية. فهذا قول كفر وإلحاد، نسأل الله العافية. من اغتر به عليه أن يتوب إلى الله ويحذر من هذا القول وممن يروجه. نعم. وأما قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، الله جل وعلا قادر على كل شيء، ما هو معناه أنه يجعل روحه في بدن آخر، وإنما يوم القيامة يعاد جسمه الذي تحلل وصار تراب، يعاد كما كان، ثم تنفخ، ينفخ إسرافيل القرن الذي فيه الأرواح فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات الكل الجميع إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة الأولى نفخة الصعق، والثانية نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله جل وعلا يعيد أجسامهم التي فنيت وتحللت، يعيدها كما كانت، لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.